تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. إيه؟ صبر. إيش بتقولوا لي طولت ويستعجلونك؟ فاصبر. إيش بالنسبة له؟ فاصبر صبرا جميلا. قال سأل سائل بعذاب واقع. ما هم مستعجلين الجماعة. للكافرين ليس له دافع. ما هو رح يوقع ورح يوقع. ولا إيش يعني مستعجلين؟ سأل سائل. ومين اللي بسأل يا أخوي؟ اللي رح توقع براسه. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. يخرب بيتهم ما تيسهم. الله اللي هو ذو المعارج. لحظة. الملائكة لما بدها تعرج في المنازل وترتقي وتنزل في المنازل، منازل القرب والفيوضات، بتقعد 50,000 سنة وقاعدين تسأله. وينتبهوا انه هذا العذاب من هذا الجليل. ايش يعني من هذا الجليل؟ هذا يعني العذاب اللي قاعدين مستهترين فيه. يفهموا انه من الجليل، يعني مش ملك من ملوك الدنيا بتلاقوا على بابه أعكى من حارس وبعدين بيدخلوكم شوية هيك مشان تشعروا بالأبهة، وعبين ما تدخل فبتلاقي الناس خايفة منه وبيكونوا حريصين ما يغلطوش أي غلطة، لأنه هذا ملك والحرس ودخلوك. بقول ليش بيعملوا أبهة فكرة دائما حول الملوك والرؤساء والزعماء؟ مشان تهابوهم، مشان كذا. والناس فعلا يا سبحان الله. طيب وشو هو الملك هذا؟ وما هو هس بتوديه بداية هالملك هذا اللي من تبعون الدنيا. قال يعني ها طيب ايش من الله ذي المعارج. مش عارفين وين رايحين هم. يخرب بيتهم ماتسهم. العذاب اللي تسألوا عنه انتم عارفين من مين؟ عارفين من مين؟ من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح. شوف هذا روح جبريل او المخلوق روح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللي مستعجلين انتم يا باي مقرب، وهذا بيطلع ثواني بالنسبه لموضوع الخلق. لما نقعد نسمع اليوم العلماء لما بتحدثوا عن الارض والسماوات وكذا، كان قال لك الارض 5 مليارات سنة بدأت تتكون. 5,000 مليون سنة واحنا قال يعني مستكثرين 100 و200 والارض الساعه الارض تكونها وبعض الكائنات على فكره كنت اقول لك هذا الكائن مخلوق من 5 مليون سنة. 5 مليون فدائما احنا طيب بنشوفه كثير 5 مليون. لما تنظر لعمر الكون مش هيك؟ من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم الاخرين. طيب الان ماشي